مساء الخير. مهندس إيراني وآخر سوري مرافق له قتلا على يد الاحتلال الروسي في حقل التيم النفطي بمحافظة دير الزور. الحادث يأتي في إطار تقاسم كعكة الثروات في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات أسد حسب رأي محللين، خاصة أنه يتزامن مع إعلان شركة تاتنفت الروسية نيتها معاودة التنقيب عن النفط في سوريا. وللمصادفة أن سبق هذا الإعلان انتشار لقوات الاحتلال الروسي في منطقة البوكمال التي تعتبر من أهم المواقع التي تهيمن عليها إيران، كونها على طريق حلمها الذي يصل إلى مياه البحر الأبيض المتوسط مرورا بالعراق. إضافة لهذا السبب، يرى محللون أن روسيا ترغب بزيادة وجودها في المحافظات الشرقية، خاصة مقابل مناطق الوجود الأمريكي المكثف على الضفة الشرقية من نهر الفرات. كل ذلك يدفعنا للتساؤل عن قصة مقتل مهندس النفط الإيراني والآخر السوري في حقل التيم النفطي، وما أهمية هذا المهندس حتى يأتي للحديث مع الروس عن حقول النفط وتقاسمها. ولماذا يجري تضخيم الحادث لهذا المدى من قبل البعض؟ أليست العلاقات الروسية الإيرانية أمتن بكثير من أن تفسدها حادثة قتل؟ ألم تنشر روسيا قوتها على حواجز الميليشيات الإيرانية قبل أيام؟ أليست هذه الخطوة دليل تناغم وتنسيق عالي المستوى بين الطرفين على الأرض؟ وهل من رسالة تريد روسيا توجيهها من خلال زيادة نشر قواتها في دير الزور عموما والبوكمال خصوصا؟ ولمن هذه الرسالة؟ وما عدد حقول النفط في البوكمال أساسا ومقدار الإنتاج المتوقع منها؟ أليست جميع الحقول النفطية المهمة تحت السيطرة الأمريكية وبحراسة ميليشيات قسد؟ وكيف يمكن لأمريكا الاستفادة من الخلاف الاقتصادي بين الروس والإيرانيين إن وجد أساسا أم أنها لا تكترث؟ هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة من هنا سوريا، أهلا بكم. أهلا بكم مجدداً. أقدمت قوات الاحتلال الروسي على قتل مهندس إيراني وآخر سوري في حقل التيم النفطي بدير الزور. المزيد في التقرير ونعود للنقاش. قبل نحو 3 أشهر قتل جنرال روسي مع عدة مرافقين بانفجار لغم أو عبوة ناسفة في حقل تيم النفطي جنوب دير الزور. واليوم تأتي الأخبار من ذات المنطقة عن مقتل مهندس إيراني وآخر لميليشيا أسد برصاص حاجز لقوات الاحتلال الروسي. وقالت شبكات محلية إن الخلاف تطور بين العناصر الروس والإيرانيين بعد مشادة كلامية وإبراز مهندس إيراني ما سمي بعقد ووثيقة تثبت ملكية الحرس الثوري للحقل بعد بيعه من نظام أسد لإيران، الأمر الذي استفز الحرس الروسي وانتهى بمقتل الإيراني. الاتفاق وقع بدمشق. وفيما لم تستبعد مصادر صحفية خلافا اقتصاديا على تقاسم الكعكة السورية، إلا أن الأمر لن يخرج وفق الوقائع والأحداث عن إطار المناوشات، فما يجمع روسيا وإيران في سوريا وحتى المنطقة العربية تجاوز مصلحة الاحتلال والاستعمار إلى النفس الطائفي، وإن كان البعض يبحث عن الأدلة على قولة حسن نصر الله. وتريدون دليلا؟ اسمعوا. فالبداية بشكر زعيم ميليشيا حزب الله وذراع إيران العسكرية على الغطاء الجوي الروسي على مدار الساعة في سوريا. يجب أن نتوجه بالتقدير أيضا إلى الجهد المميز والخاص الذي قامت به القوات الروسية. الطيران الروسي الذي قدم مساهمة كبيرة وجليلة. شكر نصر الله لروسيا الأرثوذكسية يوازيه شكر مرتزقة الفاطميون والزينبيون الأفغان الشيعة. إلى الإخوة المجاهدين في لواء فاطميون وفي لواء زينبيون، إلى الإخوة في حرس الثورة الإسلامية، إلى الجهد المميز والخاص الذي قامت به القوات الروسية. لكن ما سبق من عبارات منمقة تقابله مشاهد أكثر صراحة لما يجمع بين الميليشيات الطائفية الإيرانية وعناصر الاحتلال الروسي. حزب الله! حزب الله! يا علي! وتريدون دليلاً؟ اسمعوا. وجود علي ما قصر وياني جاي عالج بالطيار. حركة حزب الله النجباء بقيادة الحاج أكرم الكعبي. طبعا احنا سب خان طومان، خان طومان
بحلب، حلب 3/6/2016، أبو علي الطيار الروسي حجي بوتين. لا يبدو مسمى أبو علي بوتين الذي راجع على لسان الميليشيات العراقية مجرد عبارات للتسلية، فالغطاء الجوي الروسي هنا على جبهات حلب وجنوبها كان عنصراً حاسماً لاحتلال المنطقة وتحويلها قاعدة عسكرية إيرانية كبيرة من مطار النيرب إلى خانطومة. قبل نحو عامين روجت مراكز أبحاث ووسائل إعلام عالمية وعربية لخلافات روسية إيرانية في سوريا، ما لبث الأمر ليتطور إلى صفقة برعاية روسية وتوافق إقليمي أمريكي لتسليم الجنوب، تحدث بمختصره عن حل الفصائل وتسليم الأسلحة ودخول ميليشيا أسد لمحافظتي درعا والقنيطرة وإبعاد ميليشيات إيران كشرط إسرائيلي لنحو 60 كيلومترا عن الحدود. أهلا وسهلا. نفذت كارثة التسليم وقتل واعتقل واغتيل من أبناء درعا والقنيطرة لغاية اليوم ما لم يكن وفق قول البعض ليقتل في عشرات المعارك مع ميليشيا أسد، والمفارقة باختفاء ما سمي حينها بالضامن الروسي وانتشار ميليشيات إيران وحرسها الثوري على كامل جغرافيا المحافظتين، لتخرج أخيراً مراكز أبحاث إسرائيلية تتحدث عن سيطرة إيران على 3 محافظات جنوب سوريا بداية من السويداء إلى درعا والقنيطرة. وهكذا تعاد ذات الألعوبة والسيناريو على جبهات حما وإدلب واليوم شرق سوريا كضامن تارة ودوريات للشرطة العسكرية على طرق دولية تارة أخرى، حتى يبتلع الحلفان الطائفيان كامل الجغرافيا السورية وعينهما على محيط إقليمي عربي. وللحديث أكثر ينضم إلينا المحلل الاقتصادي سامر كعكرلي، معنا من برلين. كما ينضم إلينا أيضا المحرر في شبكة الفرات بوست من غازي عنتاب صهيب جابر. مساء الخير وأهلا بكم. دعني أبدأ معك صهيب، عما حدث داخل حقل التيم النفطي وما هي التفاصيل المتوفرة لديك؟ بداية نحييكم أستاذ أحلام وأستاذ المشاهدين والضيف الكريم. يعني ما حدث أستشهد بما قاله زميل في التقرير أن جماعات أبو علي بوتين يبدو أنهم بدأوا بالتخطيط لطبعا الهيمنة بشكل كامل ومطلق على آبار النفط في الضفة الشامية، على الرغم من أن هذه الآبار يعني بالمناسبة هي ليست بعدد شرق الفرات وما تسيطر عليه قسد وسوف نتطرق إليه، لكن هذه الحقول الأساسية هنالك نقطتين أساسية في الضفة الشامية، واحدة في محيط البوكمال وهي محطة تيتو الكم المسيطر عليها بشكل مطلق من قبل الميليشيات الإيرانية والميليشيات المتفرعة عنها، والنقطة الأخرى الأهم هي نقطة حقل التيم الذي أيضا ينتج يعني مخزون كبير من النفط، وهذه المنطقة هي نقطة تحركات للجانب الروسي لجيش الاحتلال الروسي وأيضا لنظام الأسد الذي هو يعني تحرك فقط في المنطقة لكن ليس تحرك على مستوى النقاط النفطية إلا يعني الفتات يعطى له أو يرمى له الفتات بالنسبة لإنتاج النفط. حقل التيم تحديدا وهي معلومة يجب تبيانها يروج له عبر وسائل الإعلام التابعة لميليشيا أسد لنظام الأسد على أنه ينتج 2000 برميل يوميا وذلك بعد أعمال الصيانة. المعلومات التي حصلنا عليها تشير أنه ينتج أكثر من 50,000 برميل. إلى أين تذهب هذه الواردات؟ إلى أبو علي بوتين، يعني هذا هو الذي مسيطر على المنطقة، يعني وهي تعبير واضح يعني يعبر عن أنه هو والإيرانيين يصلون ويجولون في المنطقة بينما النظام هو عبارة عن فصيل مهلهل. طيب يعني صحيح هذا ما يعلمه الجميع بالنسبة لميليشيات أسد وهلهلتها في تلك المنطقة وغياب القوة لها في تلك المنطقة أو حتى في مناطق أخرى في ظل تواجد للميليشيات الإيرانية وميليشيات الاحتلال الروسي، ولكن ما أهمية هذا المهندس الإيراني ليذهب إلى حقل التيم وليتحدث مع الروس ويبرز أوراق تثبت أنه أحقية الميليشيات الإيرانية بهذا الحقل؟ التمادي، يعني الإجابة هي التمادي الإيراني، يعني خاصة عندما نعلم أن الإيرانيين وقعوا عدة عقود خلال الآونة الأخيرة منها حويجة صقر التي أيضا شبكة أورينت نيوز غطت هذا الموضوع عن استثمار لمدة 100 عام، يعني كانت تعطى هذه العقود بكل سهولة من قبل نظام الأسد للإيرانيين، ويبدو أنهم قد وصلوا لمرحلة أنهم اقتربوا من النفوذ الروسي، وبالتالي هنا حدثت هذه الحادثة التي نتحدث عنها اليوم. دخول أيضا محاولة كانت هناك دخول لخبراء الروس بالمقابل لمحطة الكم ومنعوا من قبل الميليشيات الإيرانية، إذن هنا نتحدث عن حالة من الاحتقان
بين الطرفين قد تترجم إلى اشتباكات على أرض الواقع كما حدث سابقا في عدة مرات. يعني هي سأعود إلى هذه النقطة حالة الاحتقان لأنه هنالك يعني آراء متعددة حول هذا الموضوع والتعامل الإيراني الروسي بين بعضهما البعض. ولكن أستاذ سامر بداية مساء الخير، اليوم كيف تنظر إلى حقل التيم النفطي ومحطة تي 2 كما ذكر صهيب؟ ما أهمية هذه النقاط على الواقع النفطي وماذا تقدم للإيرانيين وأيضا للروس؟ مساء الخير لك ولضيوفك وللسادة المشاهدين. أهلا فيك. حقيقة أنا قبل ما أبلش بالجواب على سؤالك يمكن بحكي التالي سيوضح الإجابة تلقائيا. نعم تفضل. على أي شخص يريد أن يفهم العلاقة ما بين روسيا وإيران في سوريا وتابعهم بشار الأسد يجب أن يشاهد مرارا وتكرارا فيلم The Godfather العراب، لأنه العلاقات هي علاقات مافياوية ما بين في روسيا وإيران وبتحصيل حاصل بسوريا. حقيقة موضوع النفط بغاز بحقل التيم أو الضفة الشامية مثل ما سماها ضيفكم، يعني ما بعتقد أنا بأنه تكون ذو أهمية بالنسبة لروسيا. الإنتاج اليومي للنفط قال الأستاذ صهيب 50,000، وأنا لا أعتمد هذا الرقم لأنه هو ابن المنطقة، ما بعتقد يشكل حاجز فرق كبير عند دولة مثل روسيا. إنتاج اليومي 10.9 مليون برميل يوميا، إيران 3.9 مليون برميل يوميا. الموضوع اللي عم تحكوا عليه حضرتكم هلأ الآن بأوريانت هي عبارة عن المقبلات السلطات وصلات للوليمة الكبرى، وهي إعادة توزيع الكعك الكبرى في سوريا، وهو إعادة الأعمار أولا، هي الكعك الكبرى أو الوليمة أو الوجبة الدسمة الأساسية. اثنين، الموقع الجغرافي الممتاز أو الاستراتيجي لسوريا ومن يسيطر عليه. نعم هناك بعض المناوشات مثل ما سماها ضيفكم صهيب وأنا أتفق معه، ولكن الأساس يهدف إلى المعركة النهائية. بالنسبة لروسيا وإيران، نعم يعني أنا وقت ما دخلت روسيا حكيت بأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تتلاقى المصالح الإيرانية والروسية المافيوية بالبلدين المافيوية، عصابتين يعني عصابة بإيران وعصابة بروسيا. طيب يعني ولكن أستاذ سامر عند هذه النقطة تحديدا اسمح لي أني نستوضح بعض النقاط. هنالك من يرى أنه اليوم العمل الإيراني الروسي إن كان في الجنوب أو في مناطق شمال شرق سوريا هي تأتي بالتنسيق ولا تأتي بالمناكفة بين الطرفين، والدليل على ما نراه عدم التزام روسيا بالاتفاقيات الدولية التي تلزمها أي روسيا بإبعاد الإيرانيين مسافة 80 كيلومتر في الجنوب السوري. سيدتي لا لك بصراع الدولي، كيف النظام الإيراني يمسك النظام السوري كورقة ضغط، النظام الروسي يمسك النظام الإيراني مثل الغابة، يعني الكبير يمسك الصغير. النظام الروسي يمسك النظام الإيراني كورقة ضغط. المشكلة ليست على حقل التيم ولا غير حقل التيم، المشكلة عبارة عن الممر البري، وهذا الخطير اللي لن تسمح روسيا بذلك. الممر البري من إيران مرورا من المنطقة الشرقية إلى مياه البحر الأسود، مياه البحر المتوسط لتصدير النفط الإيراني إلى أوروبا. أوروبا بالنسبة للغاز والبترول هو الحيز الاقتصادي لروسيا، لا يمكن أن تسمح. هناك بعض التكتيكات، بعض الاتفاقات، ولكن بالنهاية روسيا تطرح نفسها كدولة إلى تأثير دولي، يعني دولة أولى بالعالم أو من دول العالم الأول. إيران تطرح نفسها كدولة إقليمية، لا يمكن أن يتقابل أن يستمران المشروعين للنهاية. نعم نحن شفنا شو صار بالجنوب وكيف أبعد وكيف روسيا بتسمح بتفتح الباب قليلا للإيرانيين لدخول هذه المنطقة كاستخدامها كورقة ضغط. طبعا أنا بالنسبة للتقرير فتت بالحديث، التقرير تبع أوريانت أتفق بكل ما جاء فيه باستثناء اللبوس الطائفي. الموضوع إمبراطوري مصالحي اقتصادي، اللبس لبوس بالنسبة لإيران لبوس شيعي، وبالنسبة لروسيا لبوس أرثوذكسي. الموضوع مصالح دول كبرى
كبرى في منطقة سوريا التي تتمتع حقيقة، سوريا تتمتع يعني بكثير ميزات جغرافية، فهي بوابة، هي رابطة العقد بين ثلاث قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا، هي على الساحل الشرقي للبحر المتوسط أقدم البحار. روسيا أخذت عقود طرطوس واللاذقية، كانت إيران تطمح بأحد الميناءين، روسيا أخذت الميناءين. ما يجري الآن من من مصالح اقتصادية ما بين نظام الأسد العميل المجرم وإيران هي فتات، يعني فتات بالنسبة لروسيا ذات الهدف الاستراتيجي الأبعد. نعم. طيب بالحديث عن الأهداف الاستراتيجية، هذه السيطرة أو هذا يعني النوع من تقاسم السيطرة في شمال شرق سوريا في البوكمال تحديدا، ماذا يقدم استراتيجيا وسياسيا للروس وأيضا للإيرانيين؟ طيب أنا حكيت الممر البري كتير مهم، في حقيقة في ثلاث قضايا يفترق المشروع الروسي والإيراني. خليني فنزهم واحدة واحدة وبجي لك على الفقرة الثالثة تبع المكمل. أول موضوع النظام ما بعد الأسد، يعني نظام سوريا القادم، نظام سوريا القادم أو سوريا المستقبل ما هي. إيران ترغب بشدة بكسر عروبة سوريا، لأنه المشروع الوحيد الذي ينافس المشروع الفارسي هو المشروع العربي. روسيا بعكسها تماما، تريد تكريس عروبة سوريا، لأنه عروبة سوريا ستكون مفتاح لروسيا بالعلاقات الدول العربية. لاحظي بخطاب المحتوف بشار الأسد الأخير، لاحظي اللي صار بجامع العثمان، حقيقة لما قال ركز على العروبة مع عروبة، بينما من قبل فترة حكى كلمة فلتذهب العروبة بجحيم. هذا دليل تأرجح هذا المعتوه ما بين مشروعين، تأرجح بشار الأسد ما بين مشروع الروسي الإيراني الفارسي وبين مشروع الروسي الذي من صالحه تثبيت عروبة سوريا. اثنين، موضوع الجيش، روسيا لا تتعامل مع الجيوش، تتعامل مع ميليشيات، بينما لذلك هي مو مصلحتها بناء جيش وطني. روسيا لا تتعامل، تريد جيش وطني قوي، طبعا وطني بين قوسين، وطني يكون قادر لإرادتها عن طريق الجنرالات. والموضوع اللي عم تحكيه حضرتك على موضوع المنطقة الشرقية، نعم كما قلت لك الممر البري من طهران مرورا بالعراق مرورا بسوريا عبر خط بري لتصدير النفط الإيراني، لأنه الخليج الصراع كبير جدا، الخليج تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية نهائيا. المنفذ الوحيد في حال ورعت حرب في الخليج أو قررت أمريكا ما عاد تسمح لناقلة نفط أمريكية تمرق من الخليج، هو الممر الوحيد هو سوريا. عن طريق عند هذه النقطة دعني أنتقل بالحديث للأستاذ صهيب. يعني لا يخفى على أحد حلم إيران بربط طهران بالبحر المتوسط عبر دمشق وبيروت، هل روسيا اليوم يعني لن تتقاسم هذا الطريق مع الإيرانيين؟ هل ترى أنه اليوم العمل هو بالتنافر والتناحر أكثر من التنسيق؟ ألا ترى تنسيق حقيقي في شمال شرق سوريا، وخصوصا أنه الميليشيات الروسية قوات الاحتلال الروسي انتشرت في شمال شرق سوريا منذ عام 2018 وبالتنسيق مع ميليشيات أسد وبالتنسيق مع الميليشيات الإيرانية؟ طبعا هنالك تنسيق، وانا اتفق مع الاستاذ سامر، استاذنا سامر يعني تحدث عن كثير من النقاط سوف افصلها، لكن اهمها كانت هي انه على الرغم من تعدد الميليشيات في المنطقة والنزاعات والتناحرات بينها، إلا أن التعامل يكون عن طريق بطريقة مشابهة عن المافيات، والفيلم الذي استشهد به The Godfather الذي يفند هذه الرواية، وهي ما يطبق على الأرض. لكن هنالك فرض للرؤية الروسية عندما يكون هنالك إرادة روسية للدخول. مثلا منذ أيام كان هنالك تحرك مقر من قبل الولايات المتحدة باتجاه البادية، بادية البوكمال، تدخلت روسيا ووضعت نقاط لها على معبر القائم وهي معلومات مؤكدة، انتهى الأمر. أيضا انتهى الأمر بالنسبة للتواجد أو الميليشيات الإيرانية تدريجيا في هذه المنطقة التي وضعت فيها روسيا نقاط، أي بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. عفوا لم أسمع السؤال. أي بالتنسيق مع أمريكا. بالضبط، والتنسيق يعني هو مستمر بين كل الأطراف، يعني هذه واقع، يعني يعرفه الجميع أن هنالك تنسيق مستمر بين كل الأطراف الدولية. لكن بشكل مفصل أكثر،
بالنسبة لنقطة حقل التيم، يعني كنا نقول أن روسيا هي تسعى للأهمية الاستراتيجية أكثر من الأهمية الاقتصادية، وهذا بديهي حالها كحال الولايات المتحدة وغيرها من الأطراف الموجودة في سوريا. لكن ما ذكرته من معلومات هو حول حقل التيم، الذي أيضا للعلم هو حقل ليس للإنتاج، هو حقل تخزين أكثر مما هو حقل إنتاج، وهذا هو إنتاجه. بالنسبة لكامل الضفة نتحدث هنا عن أكثر من 150 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل تقريبا 5 مليون دولار، إذا ما قلنا أن البرميل الواحد يباع بسعر بين 45 إلى 50 دولار. ونقطة التصريف هي نقطة مهمة جدا، كيف تصرف هذه الميليشيات الموجودة في المنطقة النفط على الرغم من الحظر والعقوبات الدولية المفروضة وغيرها. منذ فترة كان هنالك تصريح من الولايات المتحدة بأنهم طلبوا من قسد أنها لا تتلقى أو لا تشتري النفط أو تصدر أو تساهم في عمليات تبادل النفط مع نظام الأسد، وكان الرد بأنه لا يوجد منفذ آخر، يعني أي بمعنى أن هنالك قبول، وبالتالي تنسيق مستمر بين جميع الأطراف. يعني هذا إذا لم نتحدث فقط، نتحدث هنا عن الضفة الشامية، آبار النفط الخراطة، محطة تيتو، حقل التيم، حقل الورد، فقط هذه النقاط الأساسية وآبار حولها. الضفة الشرقية لنهر الفرات نتحدث هنا عن أكثر من 22 مليون دولار يومياً، يعني هذه ايضا عمليه تبادل اخرى. يعني فقط للتوضيح صهيب، انت ترى ان هنالك اهميه اقتصاديه اضافه للاهميه الاستراتيجيه، يعني انت لا تلغي الاهميه الاقتصاديه. نعم. صحيح، الاستراتيجيه الاهميه الاستراتيجيه بالدرجه الاولى. نعم. هذا صحيح، ولكن ايضا هنالك اهميه اقتصاديه، وهنا نتحدث ايضا عن نقاط نفطيه ونقاط لابار الغاز وضعت يدها عليها روسيا وموجوده قسم منها في الساحل. يعني هل ترى ايضا ان روسيا اليوم هي شريكه لايران بطموحها بوصل طهران بالمتوسط، تتلاقى المصالح عند ذلك الحلم؟ هذا كان المقابل أستاذ أحلام. يعني لماذا دخل هؤلاء؟ لماذا استنجد بهم بشار الأسد؟ دخلوا أكيد هو ليس من أجل عيون بشار الأسد، دخلوا من أجل مصالح اقتصادية، مصالح استراتيجية، من أجل ملفات وأوراق ضغط بين الدول التي من ضمن ملفاتها هو الملف السوري، لديها ملفات أخرى بالطبع يعني في المنطقة والشرق الأوسط عموما، وبالنسبة لروسيا تحديدا هي تريد أن تضع لها آخر أو تثبت آخر موضع قدم لها في الشرق الأوسط. يعني القواعد الروسية ليست كثيرة إذا ما تحدثنا عن دول الجوار أيضا. هنالك يعني نقطة يجب أن نستشهد بها بالنسبة لموضوع التبادل والتعاون بين الجميع، يعني نقولها بصريح العبارة، بين كل الأطراف حتى مع داعش. يعني أثناء سيطرة حقل تيتو الكم الذي ذكرته قبل قليل، أثناء سيطرة تنظيم داعش عليه قبل العام 2017 كان مسيطر عليه من قبل تنظيم الدولة داعش. كان هنالك شخص يدعى عمر العموري يلقب بتنظيم أبو بكر الحمصي، كان هو وسيط النفط بين ميليشيات الأسد الموجودة في المنطقة وبين التنظيم وبين أيضا مناطق قسد، وهو الآن موجود حر طليق، يعني موجود في مناطق قسد ولربما توجه إلى أوروبا أو موجود ما زال في المنطقة. يعني التعامل النفطي والتعامل حتى على المستوى العسكري موجود بغرفة تنسيق مشتركة بين جميع الأطراف، إيران، أسد، التحالف الدولي، روسيا، والفصيل المهلهل الأخير وهو ميليشيات الأسد، نظام الأسد. نعم أستاذ سامر، يعني اليوم نتحدث عن انتشار للاحتلال الروسي حول البوكمال، حقل التيم، ومقتل هذا المهندس الإيراني على يد الاحتلال الروسي. بذات الوقت تأتي شركة تات نفط للحديث عن العودة للتنقيب عن النفط في البوكمال، كيف تقرأ هذا الإعلان من قبل تات نفط؟ وهل فعلا هنالك ما تنقب عنه هذه الشركة أم أنها بحث عن قواعد جديدة في تلك المناطق؟ سيدتي، أول قبل ما أجاوب على سؤالك خليني أوضح، كأنه جاوبني أول شيء قبل التوضيح. طيب. لو سمحت. طيب نعم هو نقاط استراتيجية في الممر البري. أنا كان يعني كان التنويه هو بيخدم الجواب، هو نقاط استراتيجية للخط البري الذي تمنع حتما روسيا بإقامته من طهران إلى البحر المتوسط. لا ينسجم سؤالك، يعني أنت يعني فقط للتوضيح، الأستاذ صهيب يرى أن هنالك عمل بالتنسيق حول هذا الطريق، أنت ترى بأنه هنالك؟ لا بالعكس تماما. نعم. أنا أعتقد أستاذ صهيب فهم سؤالي غلط.
لا يمكن يا أختي الكريمة أوروبا روسيا الفيدرالية تمسك أوروبا من هنا بموضوع الطاقة. كيف ستسمح للنفط والطاقة الإيرانية أن تصل عبر الأراضي السورية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط؟ لا يمكن. تلاقي مصالح، ألا ترى بأنه هنالك تلاقي للمصالح في المنطقة بين إيران والروس إذا كان يعني بإيصال المواد الأساسية وبالمواقع العسكرية والنقاط العسكرية التي أو القواعد العسكرية التي تسعى روسيا لإنشائها؟ سيدتي كل ما حكى الأستاذ صهيب وإجاء تقريركم أنا برأيي هو عمل مياومة، يعني عمل يومي، تكتيك يومي، يعني لدفع نفقات. أنا بأخذ الحق الهاد، الحق التيم أو غير حق لدفع نفقات اليومية للميليشيات وما منشيات، لأنه الأسد فلس ما عنده ولا دولار بخزينته. هذا كلها عمل بالمياومة. أما العمل الاستراتيجي الكبير هو عبارة عن تصادم مشروعين حقيقة، مصالحين، روسيا وإيران لا يمكن أن يلتقوا. لا يمكن روسيا ستسمح لإيران، روسيا التي تطرح نفسها كدولة عظمى، لا يمكن أن تسمح لإيران بإيصال الطاقة التي تخضع روسيا أوروبا بذلك للأسواق الأوروبية. لا يمكن، لا يمكن ذلك. روسيا ما لها. طيب هل من الممكن فقط للتوضيح أستاذ سامر أنه اليوم المصالح الاقتصادية بين الروس والإيرانيين بطريقة ما تتضارب، ولكن كما نعلم المصالح السياسية وعلى المستوى البعيد تتقاطع جدا. عفوا ما سمعت سؤال. تتقاطع المصالح السياسية ولكن على ما يبدو هنالك تضارب بالمصالح الاقتصادية، هذا ما تراه؟ نعم نعم، التجاذب والتنسيق الآن لحكرر حديث يومي، حديث آني وليس هدف استراتيجي. أنا أتكلم عن هدف استراتيجي ما بعد نظام الأسد، ما بعد خلوص انتهاء هذه الحرب القذرة المشنة على الشعب السوري. المشروعين لابد أن تصدم الآن. التنسيق والتبادل الأدوار هو لخدمة مرحلة وفترة مرحلية وليس هدف استراتيجي. الصراع الروسي لا يمكن أن يتوافق على الأرض السورية روسيا وإيران. روسيا لن تبيع مصالحها كدولة عظمى في عدة مناطق بالقرم، بأرمينيا، بأذربيجان، مقابل وجود إيران في سوريا. ستعمل على إخراج إيران، ولكن إلى الآن روسيا محافظة على التوازن وجود الإيراني في سوريا كورقة ضغط، كورقة كالجوكر اللي بيد المقامر. نعم. الجوكر بيد المقامر، كما على فكرة كما يتمسك نظام الإيران لهذا الجوكر بشار الأسد كورقة جوكر فقط، هي لعبة مصالح دول كبرى على الطاقة والنفط في المنطقة. نعم، هذا أيضا ما سألنا متابعينا على وسائل التواصل الاجتماعي عنه، ما أسباب التوغل الروسي في البوكمال؟ هل هذا التوغل هو لتثبيت النفوذ وهذا ما يراه بنسبة 69% ممن شاركوا بالاستطلاع، أم هو طمعا بالنفط وهذا ما يراه 31% ممن شاركوا بالاستطلاع؟ أستاذ صهيب أترك لك التعليق على الاستطلاع وما جاء فيه من نتائج. يعني أنا يعني أعتقد أنه منطقي، لكن كان من المفترض أن تكون النسبة أكثر من ذلك. يعني أنا أختلف طبعا مع الاحترام لكل من صوتوا 30% أنه من أجل الاقتصاد، وأتفق مع الأستاذ سامر أيضا فيما ذكره، هي ليست يعني ذات أهمية إذا ما قارناها بالهدف الأساسي للتواجد الروسي في المنطقة، لكن هي أيضا قوة اقتصادية. وتعقيب على نقطة يعني ذكرها أختلف هنا معه فيها مع الاحترام طبعا له، هنالك دراية تامة من قبل الاتحاد الأوروبي، من قبل الولايات المتحدة، بأن النفط الإيراني يصل ويمر من هذه المناطق عبر خط يعني يمر من إيران إلى العراق إلى مناطق نفوذ قسد في سوريا تحديدا هنا هذه المنطقة، ومراقب هذا الشيء، وحتى عبر وسائل الإعلام تم نشر هذا الشيء ومقاطع الفيديو، ويصل إلى حيث يصل. يعني هذا الأمر على العلن، يعني خط تبادل نفطي إيراني تيسره أو تسهله قسد، يعني هذا الأمر بدراية من الجميع. هنا نقول أو نعود للقول بأن هنالك تنسيق، نعم يعني بوجهة نظري وقد أكون مخطئ فيها، لكن هنالك تنسيق بين جميع الأطراف على المستوى العسكري أولا، نعم، ثم على المستوى الاقتصادي وغيره. ويعني هي بالنتيجة مع الأسف كعكة تقتسم
ويدفع نعم. ثمن هذا الشيء المواطن السوري. وضحت الصورة. أستاذ سامر، باختصار كيف تراقب الولايات المتحدة الأمريكية المتواجدة أيضا في شمال شرق سوريا ما يجري من السيطرة على مواقع استراتيجية يعني تحت غطاء اقتصادي؟ بالنهاية أمريكا هي اللاعب الأكبر والنهائي ويمسك بإيده كل خيوط اللعبة. نعم تراقب بذلك وتمرر مصالحها عن طريق روسيا وإسرائيل وكل الأنظمة العربية. نعم أمريكا تراقب، ولكن فقط تنويه صغير لو سمحتي لي بموضوع الخط النفط الإيراني. نعم وحتى أوريانت حتى بهذا البرنامج الكريم مع حضرتك سيدي أحلام حكينا عن خطوط النفط وأنا حكيت عن خطوط النفط. نعم هناك خط نفط إيراني يمر، ولكن خلي بس للسادة المشاهدين يركزوا يفهموا نقطة محددة. الخط النفط أن يبقى مارق ومصور ونعرف كل العالم أنه يمر، أن يبقى تحت سيطرة روسيا كدولة عظمى غير ما يبقى تحت سيطرة إيران. إيران بدها المنطقة لتحمي خطها ولتنشئ خطوط أخرى. إذا استولت الخط البري إيران معناتها كل يعني من المقابل. وأنت أيضا يعني أستاذ سامر ترى أنه الخطط المستقبلية وليست يعني في الوقت الراهن، هذا ما ترغب روسيا بإيقافه. نعم 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 أنا عم أحكي عن موقف روسيا وإيران مستقبليا الآن. كل التنسيق هو عبارة عن الميامنة دفع نفقات لهذه الحرب لميليشيات فاطميون وزيناليون. نعم. لأن نظام الأسد بخزينته ما في ولا دولار، يعني 50,000 برميل اللي حضر الأستاذ صهيب حكى فيهم هدول بيطلعوا أجار شهرين أو ثلاثة لهذه الفصائل. نعم على المدى البعيد لا، هناك تضاد ما بين المشروع الإمبراطوري وضحت صورة المشروع الروسي. نعم شكرا جزيلا لك أستاذ سامر كعكرلي المحلل الاقتصادي، كنت معنا من برلين. أشكر أيضا صهيب جابر المحرر في شبكة فرات بوست كان معنا من غازي عنتاب. شكرا لكما مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، أعود ألقاكم غدا بإذن الله.